صباح الخير، صباح السعادة عليكم مشاهدي برنامج الشاي الأخضر. صباح الخير عليك يا رشا. صباح النور، ازيك يا أمنية؟ الأخبار؟ الحمد لله بخير، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. معانا ايه النهاردة يا رشا؟ احنا عندنا أول فقرة، فقرتنا عن الإكسسوارات. معانا سماح عبد الوهاب مصممة الإكسسوارات، عاملة لنا كوليكشن جميل قوي، هنشوفها بعد الفاصل. وفقرتنا التانية هو موضوع شاغل الرأي العام حاليا، هو العنف بين الأطفال والعنف اللي بيؤدي للقتل. هنعرف أسبابه وهنناقشه وهنعرفه من الناحية النفسية ومن الناحية القانونية. هيكون ضيفنا النهاردة تليفونيا المحامي الجنائي أستاذ شريف شرف، عضو اتحاد المحامين، وأستاذة سلمى نيازي أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري والنفسي والتربوي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نناقش موضوعنا النهاردة، انتظرونا. بعد الفاصل ومعانا سماح عبد الوهاب مصممه الاكسسوارات. ازيك يا سماح، منورانا في أهلا البرنامج. اهلا بيكي حبيبه قلبي رشا، وانا سعيده ان انا معاكم النهارده. انت امنيه. ازيك يا سماح، عامله ايه؟ الحمد لله، منورانا النهارده. ميرسي، ده بنوركم. بدايه كده قولي لنا بقى، انت بديتي شغل في الاكسسوارات من امتى؟ من بعد ثوره 2011. معلماها؟ علشان كان ساعتها في مشكله ان الستات تنزل بالذهب. فكنت انا ما بعرفش استغنى عن اي حاجه، لازم البس حاجه وانا نازله اكمل الشياكه بتاعه اللبس، وزي ستات كتير يعني. فقلت ايه البديل يا ترى، ايه البديل ويدي برضو السنس بتاع الذهب. فلقيت النحاس، بعد بحث النحاس، واللي عرفته ان النحاس بيدخل في صناعه الذهب. ما كنتش اعرف المعلومه دي. في نسبه في الذهب اللي احنا بنشتريه نحاس، بتتراوح بقى النسبه دي من عيار 18 ل 21 ل 24 كده. بس انت مش شايفه ان شغلك مثلا في النحاس صعب عليكي شويه، كان يعني بما انك انت واحده ست مثلا انك تمسكي حاجات؟ هو فعلا صعب. وبيفقدني حاجات، يعني انا ايدي ما انا بتكلم في بتتعب، عينيا بتتعب للتركيز طبعا، طبعا صداع ده على طول. الشغل عايز تركيز، بس انا بشتغل حاجه بحبها. هو كل فبدي شغل فيها. متعب، بس ما دام بتحبيه بتحسي ان هو سهل بالنسبه لك. تمام تمام. يعني انت اخترتي فيها النحاس اللي شغاله فيه، مش شغاله في حاجه ثانيه يعني؟ تخصصي الاساسي او الماتيريالز الاساسيه في شغلي النحاس والفضه والاحجار، واحيانا بنستعين. انت مختاره اصعب حاجات. انت مختاره اصعب حاجات. واحيانا بنستعين بقى بالمعادن. لكن الاساس النحاس والفضه والاحجار. يعني احنا نعرف كتير ان احنا في اكسسوارز مثلا الحاجات اللي زي الخرز والحاجات السهله اللي هو بالخيط والخرز. فعلا دي متهيألي اسهل حاجه ده نتعلم فيه الاول. يعني انا بدي كورسات اكسسوري تعليم على الحاجات البدائيه دي. اللي هي بلاستيك، حاجات بتقشر، اللي هي الحاجات الايه الرخيصه في السعر، البسيطه كمان والارخص في السعر، عشان لما تتعلمي عليها ما تبقاش مكلفه بالنسبه لك. لا بجد، فعلا هو النحاس فعلا النحاس مكلف كمان. لا وغير كده كمان، انت اكيد بتستخدمي له ادوات حاده اكيد للتعامل معاه. اكيد طبعا. غير بقى ليا عدد، وليا انا عندي ورشه صغيره في بيتي. انا بدات في بيتي ولحد دلوقتي في بيتي، بقى لي 8 سنين اهو عامله ورشه، وعندي مواتير وعندي منشار وعندي كل حاجتي اللي بشتغل. انت بتشتغلي بايدك؟ بشتغل بايدي كل انا حاجه. لا
مش كل حاجه. هضحك عليكي لو قلت لك كل حاجه. هو طبعا زوجي يعني بيساعدني، وده الحلو في الموضوع. ده حاجه حلوه فعلا جدا. هو تعلم، بيساعد مراته في شغلها. انت بقى اللي علمتيه ولا هو اللي اتعلم؟ هو حب الموضوع بعد ما انا اشتغلت فيه. قال لي مستهويني. هو محاسب في شركه. بس انت خريجه ايه يا سماح؟ انا اصلا بكالوريوس تجاره. والمفاجاه في الموضوع ان انا كنت محاسبه في جامعه من الجامعات، ويعتبر متثبته. لكن استقلت. بجد؟ والله يعني ممكن هوايتك في كل مرحله في الحياه ليها متطلباتها واولوياتها. الشغل الحكومي ده لا، انا سبتها واستقلت فعلا. المرحله دي كانت محتاجني بيتي وزوجي والبيبي بتاعي. فسبت شغلي وبقالي حوالي 12 سنه دلوقتي سايبه شغلي، وكونت كيان من لا شيء. الحمد لله يعني. طب توفيق ربنا. بقى انت بتستوحي الافكار منين؟ طبعا يعني كل واحد بيجي له زي ايه، زي ايحاء كده او وحي ان هو يعمل حاجه معينه، شاف حاجه معينه بيعمل زيها، او تمام. بيعمل مثلا من تاريخ فرعوني، تاريخ اسلامي، ايا كان. انت افكارك جت منين؟ بصي، هتلاقي افكاري شرقيه اكتر. ليه شرقيه؟ انا حاسه ان احنا لو خدنا الاتجاه الغربي، مش عارفه يعني، انا حاسه انه مش هيليق علينا. انت حابه تحطي الطابع المصري في حاجتك؟ حتى الاسم بتاع شغلي ده اللي احنا بقى عايزين نجيله بقى. ده اللي عايزين. اسم شغلي شرقي مصري اصيل كمان. فاحنا عرفينا بقى يعني ايه هو البيج عندها يا جماعه، هو باسم كادولي. تمام. عايزين بقى نعرف يعني ايه كادولي، وجات لك الفكره منين، فكره الاسم؟ تمام. هو هي حاجه ظريفه قوي. انا كنت انا ليا اصول اسواني، فانا كنت بروح طبعا لاهلي هناك. كنت بقعد مع الناس النوبيه البسيطه قوي. بحب اسمع لغتهم. طبعا مش هتفهمي حاجه يعني، انت هتقعدي معاهم مش هتفهمي حاجه. فعشان انا اتجاوب معاهم وافهم هما بيقولوا ايه، اتعلمت شويه كلام نوبي. من ضمنهم كنت نفسي قوي اعرف يعني لما اتخطب اقول لخطيبي بحبك ازاي. بجد؟ والله. اسم معين. فقالوا لي كادولي. يعني كادولي معناها يعني بحبك بالنوبي. اللي هيسمع كادولي او هيقراها هيفهم مثلا ان انت جايباها مستوحاها من كلمه كادو مثلا. لا 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 خالص، فيها شويه كادولي. وده فعلا اتقال لي. وقلت لهم لا يا جماعه، دي كلمه نوبيه اصيله شرقيه برضو. بس انا حبيت اعمل سبوت على جنوب مصر ونوبه الجميله. نوبه مصر دي جمال لازم تشوفوه، اللي ما شافوش لازم يشوفه. لازم. انت قصدك بقى ان انت تقدمي حاجه هديه بتدل على الحب؟ اكيد. وكمان يعني ارتباطه بالشرقيه، احنا شرقيين. فما نبعدش عن شرقيتنا. بس فعلا الاسم فعلا جميل جدا وجديد، ومش هتلاقيه منتشر. لا هو فعلا احنا ما سمعناهوش قبل كده، والاسم جميل. ده توفيق والله. مش اكتر. لا وشغلك جميل قوي يعني. الشغل بتاعك يا سماح ما شاء الله حلو قوي قوي. ربنا يخليك. تكلمينا عنه بقى. بصي، انا النحاس طبعا الحلو فيه، طبعا هو فيه درجات. في نحاس مش خام او مش درجه اولى، بيبقى فيه شوائب. لكن في نحاس درجه اولى، ده بيعتمد على فهمنا وخبرتنا مع الوقت. مش بيجي من اول مره طبعا. خبرتي خلاص بقى خدت، عرفت اجيب منين النحاس الدرجه الاولى. بدات اجيب واشتغل على الاساس ده، ان انا اعمل شغلي كله من النحاس الدرجه الاولى. ليه؟ علشان الكواليتي يبقى عالي. فبالتالي الناس لما تجيلي مره تجيب ناس، والناس تجيب ناس. طب بتعرفي تجيبيه منين اصلا يعني، من مصدر؟ طبعا خلاص. اتعلمنا احنا بقى لنا 8 سنين واكتر. طب الناس يعرفوا ازاي النحاس الاصلي؟ مش هيعرفوا. لا محتاج. انت عارفه انا بعمل ايه؟ انا بروح لحد معين. اتعاملتي معاه. الراجل ده مثلا عنده، طبعا احنا بنشتري الواح نحاس، الواح. يعني انا مش متخيله بجد ان انت تمسكي اللوح نحاس بنجيبه نص متر متر وتقعدي تقطعي فيه عشان تعملي قطعه. يعني ده صعب جدا. منشار الاركت، عارفين منشار الاركت بتاع الخشب؟ احنا بنشتغل بمنشار النحاس اركت برضو. بنثبت الرسمه او بنثبت الاسم على النحاس بلزق ونشتغل اركت. ما دي اكتر حاجه انا حسيناك ان انت متميزه فيها جدا، عشان كده احنا قلنا نعرض الكوليكشن بتاعك الجميل ده.
ان انت فعلا بتستخدمي حاجات صعبه يعني بصراحه هي مهنه تكون للراجل اكتر عن الست. صعبه صح. وانا دلوقتي يعني خلاص يعني برضو تعبني فبدات انا ايه يعني ممكن اقعد اعمل العقد افنشه الضمه المع. طب ياخد منك القطعه قد ايه؟ كم وقت مثلا؟ دي صعبه شويه. هقول لك في عقد مثلا او كوليه ممكن ياخد مني ساعتين زمن. تمام؟ سهل. وممكن ياخد شهر. أوه. على حسب الخامات الموجوده؟ لا ولا مش على حسب الخامات. على حسب ان احنا يعني الترتيبه بتاعته، يعني انا ممكن اعمل وفك، اعمل وفك، اعمل وفك، الشكل النهائي ما دخلش قلبي، ما حسيتوش. طب عشان وقتنا نتكلم بقى عن الشغل وبعد كده نعرف بقيه الصور. تمام، هو انت هتلاقي يعني عندك انا مثلا عندنا الاولاني ده حاطه دي احجار، دي احجار كريمه؟ دي احجار عقيق طبيعي. اه بجد؟ يعني الكوست بتاعها يعني عندك هتلاقيه معظمه الازرق التركواز واللي فيه رصاصي واحمر وفي هنا فوشيا وفي اسود هناك وفي هنا كسر عقيق والاحمر ده العشاشه الاحمر ده ايه؟ حلو قوي. ده كسر عقيق ده غالي بقى يا كسر يعني عقيق الكوليه ده مثلا يعمل له كام؟ هو الاسعار طبعا يعني هتبقى غاليه شويه. طبعا هو معمول فيه كلمات ام كلثوم اغانيها. تمام. وبيبقى مثلا في حدود ال 150 مثلا، مش غالي. حلو، مش غالي خالص. لا 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 انا كنت بحسبك هتقولي مثلا 300 او حاجه. لا 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 بس هو كسعر حلو جدا. ده الاكسسوارز يعني مثلا احنا بنجيب الحاجات البلاستيكات والحاجات بتبقى دلوقتي معديه ال 100 جنيه لا وهتلاقي في حاجات اعلى في السعر. معلش عشان بس يقولوا لي الوقت نكمل بس بقيه الحاجه. هتلاقي في هنا خواتم من غير احجار وفي خواتم باحجار. تمام. الحجر بعمل ماتشنج بين الخاتم ومثلا العقد الكوليه او الاسوره اللي انا هلبسها. هتلاقي فيه هنا اساور بتاعت الكوليه اللي هنا ده مثلا رصاصي في احجار. هي برضو ملبساني الخاتم ده والانصيال شبه بعض فشيك جدا عاجبني ولايقين على اللبس بتاعي. بشكرك جدا يا سماح على الطقم الشيك ده. طبعا ما ننساش والله هو ده تصميمي قعدت اشتغل فيه اخذ وقت بسيط جدا في التصميم بتاعه. هو بسيط واضح ان هو يعني بس شيك قيم قوي رقيق وكمان رقيق عجبني رقته فعلا. الاساور دي بتجيلك قطعه كامله لوح نحاس وانت بتقطعيه بالظبط كده برضو نشر. في حاجات بنستعين بورش تانية ما بتبقاش كل حاجه عندنا، يعني بروح القاهره وبتعامل مع ناس بتعمل لي شغل معين انا مش عندي، يعني المواتير بتاعته مش عندي. ممكن تكون كده. مثلا انت مش قادره تجيبيه عشان غاليه اسعارها طبعا في حاجات غاليه يعني قدام شويه بقى. طب انا العصفوره قالت لي ان انت سافرت الامارات. صح. لا هو انا عايزه اقول لك الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى شغلنا طلع الفلبين وراح الامارات الكويت السعوديه ايطاليا اسبانيا. الحلو ان احنا عملنا في اسبانيا الاسامي بتاعت الاسبانيات عملناها بالعربي. حاولتيها؟ طب التواصل كان ازاي مع بينك وبينهم؟ والله هو يعني بيبقى ناس عايزين يهادوا الاسبان دول او الايطاليين او وهكذا. هو فعلا بالنسبه لهم الحاجات دي قطع ثمينه جميله. طبعا فبتوهمهم جدا. كدولي بقى كدولي بحالها رايحه لهم. والله فعلا انا الناس فرحانه لما بتروح لهم الحاجه بيفرحوا قوي قد ايه الاسم بتاعهم لابسينه وشكله قيم عليهم. لا هي فعلا حاجات حتى تفنيشها شيك جدا وقيمه جدا. فطبعا معروض على الشاشه البيج بتاع سماح عبد الوهاب مصممه الاكسسوارات وارقام تليفوناتها كلها. اللي حابب يتعامل معاها ويشتري منها اي قطع من القطع الجميله دي يتواصل معاها. سماح قولي لي يعني قرينا كتير ان في احجار بتاثر مثلا على النفسيه او بتدي شجاعه اكتر او بتدي قوه. ده فعلا الاحجار ليها علاقه بالمود او المشاعر او النفسيه عموما؟ هو اكيد يعني بصي خلينا في الطبيعي. لو انت مثلا حابه حاجه معينه لبستيها هتعمل لك راحه نفسيه، فما بالك بالاحجار؟ الاحجار بتمس القلب والاعضاء الجسم.
يعني في حجر يمنع الحسد، في حجر يدي قوه. لا لا، هو اعتقادات. بس هم يقول لك الحجر مثلا اللون اللبني الازرق، اللبني ده بيمنع الحسد يعني حتى. لا لا لا، انا بصراحه انا بحبه. هو هقول لك يعني ليه؟ انا بحب البسه اللبني بالذات او اللي هو الازرق. فعلا فعلا هو معتقد جدا للعين، معتقد. وهو في حاجه بس ممكن تبقى صح، اللي هي ما تيجي عينك على حد قدامك، حد قدامك وتبصي له، ما تبصلهوش وتبصي للحاجه اللي ايه اللي هو لابسها، فتخطف ياخد النظره، النظر بدل ما يبص لحاجه ثانيه. اه يعني هي وش تفاصيل وشك، تفاصيل جسمك. هي الالوان دي قريبه قوي من ميه من الوان البحر، ميه البحر فعلا. فهي لا، انا بحب الازرقات جدا، الازرقات. موضوع الاحجار برضو مش عندنا في مصر، واصل بره يعني. في الهنود تلاقيهم لابسين خواتم فيها احجار، خايفين برضو من موضوع الحسد ده قوي، او ده فعلا يديهم هيبه او يديهم شجاعه ان هم يتكلموا. فالموضوع مؤثر. ده حقيقي، ده احنا عندنا هنا برضو الدنيا اندر كنترول. في ناس او في دول بتؤمن جدا بالاحجار، انها لازم تلبس حجر، لازم تلبس، بترتبط بالابراج كمان. سماح، انت بتشتغلي بس الاكسسوارز للسيدات ولا بتشتغلي للناس؟ يعني انا عرفت كمان ان انت في ميداليات وحاجات للرجالي. يعني المعتقد ان الاكسسوري للستات بس، لا خالص. غلط. طب بصي يا سماح، هم يعرضوا لنا دلوقتي الاكسسوارات بتاعتك على الشاشه، الرجالي والاطفال، نتكلم عنها. تمام تمام. احنا يعني انت بتعملي الدبابيس بتاعت البدل او الزراير. تمام. هي معانا الصور. هي ميداليات. تمام. ظهرت ميداليات رجالي. دي بقى سماح فضه ولا نحاس؟ لا، دي نحاس مطلي ميه ذهب. اه يعني ما ينفعش تعمل نحاس. ذهب ابيض يعني. ده ذهب ابيض. مش ذهب اصفر. فضه. تمام. حلو قوي. وهتلاقي يعني الفينشنج بتاعها بيبقى عالي الحمد لله. ده نحاس من غير طلا خالص على لونه. وما بيغيرش، حتى لو طفى اللون شويه بنجيب نص ليمونه وندعكها بيها. بجد يعني ونشطفها وننشفها بفوطه. طب في برضو بيقول لك معجون الاسنان فعلا. ده بروش. ده بروش بدله. بس الافضل الليمون. ده بروش بدله على تانيه البدله. بيتلبس رجالي يعني، ده اللي واخده راجل. هنا. في التانيه بتاعت البدله. ايوه. تمام. دي كابتن محمود متولي. ده دكتور اسنان. اكيد دكتور اسنان، عامله له شكل الضرس. حلوه جدا. وكانت حاجه مميزه قوي. يعني انا اللي عملتها كده. دي ببعتها له هديه برضو ولا هو اللي بيطلب منك حاجه معينه؟ لا، في ناس بتطلب. والله انا عملائي كتير رجال يعني. كتير رجال. وفي ستات بيطلبوا لازواجهم. فكره ان الراجل يعني احنا بنقول ان الست مثلا اللي بتهتم بشكلها وانها تلبس حاجات اكسسوارات، بس ان راجل ويتصل بيكي مثلا علشان ياخد. طب انا هقول لك على حاجه هنا. في دي حاجه جميله قوي. في الكوليكشن ولاعه. اهي الولاعه. تمام. الولاعه دي ولع عليها اسم راجل. واللي هيمسكها راجل. راجل اكيد. اللي عاملاها له مراته. ف بيهدوا بعض الزوج. دخلت الاكسسوار في كل حاجه. ودخل شغل النحاس في كل حاجه. والولاعه بقى دي نحاس ولا نحاس مطلي ميه ذهب ابيض. معزول اللون الاصفر خالص. تبقى سعرها كام بقى الولاعه لو انا مثلا هجيبها لجوزي مثلا هديه؟ لا، هي غاليه شويه عشان شغلها صعب. بس مش هيبقى كتير يعني. طب هيبقى مثلا يا سماح يعني احلامك الفتره اللي جايه نفسك تعملي ايه؟ بصي، هو حلم ونفسي ربنا يكرمني فيه يعني، ان يبقى في تسويق خارج مصر. تسويق للحرف اليدويه كلها خارج مصر. كنت عايز اسالك سؤال زي دوت برضو. الحرف اليدويه في حاجات ناقصاها في مصر او مش واخده حقها؟ هي مش واخده حقها، بس بدات تاخد يعني حقها يعني. دلوقتي في معارض، في رابطه كمان للحرف اليدويه. في تمام. طب الخامات موجوده متوفره، اسعارها كويسه ولا بتعينوا على ما تلاقي الخامات؟ لا طبعا، بنعيني على ما نلاقي الخامات، وبنعيني على ما نوصل للناس اللي بتبيع الخامات. والاسعار بتاعتها مش رخيصه، عشان كده احنا بنضطر غصب عننا نحط. طب كنت عرفت ان انت نفسك تعملي حاجه زي كده، ان انت تبقى الخامات دي متوفره عندك في اسماعيليه هنا، تعملي معرض ليكي للخامات. انت متابعه العصافير شغاله. فعلا انا كان نفسي اعمل جاليري او
او يعني يكون مثلا حتى بوتيك صغير يبقى فيه كل الخامات اللي انا بروح ادوخ عليها في القاهره توفريها هنا في السنة. اوفرها يعني هنا، خصوصا ان في ناس كتير قوي بتشتغل يدوي زي مصنع ليكي صغير كده تصنعي فيه يعني تجيبي الخامه وتصنعيها في نفس الوقت، صح كده؟ معانا تليفون ليكي يا سماح. الو 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 سماح، عليكم السلام، اتفضلي. اتفضلي. ازي حضرتك عاملين ايه؟ الحمد لله. مين معانا؟ اسمي اسم حضرتك، اتفضلي. ممكن تعلي الصوت شويه عشان نسمعك؟ متشكرين جدا ليكي، الاتصال قطع. جربي تتصلي بينا تاني. سامح، احنا خلاص فقرتنا خلصت. كان نفسنا ان احنا نقعد معاكي اكتر من كده. حبيبه قلبي انا سعيده بيكوا جدا النهارده. واحنا كمان اسعد والله. ده البيدج برضو هينزل، البيدج بارقام التليفونات كلها، البيدج بارقام التليفونات كلها لسماح عبد الوهاب او كادولي. هو انا بصراحه بحب اقول لها كادولي، هو كل اصحابي بيقولوا لي على فكره سماح كادولي، يعني احنا بنحب سماح عبد الوهاب كادولي، فهو البيدج بتاعها كادولي. اللي حابب يشتري اي حاجه منها او ياخد اي منها قطعه بجد شيك جدا، وخاماتها وحاجاتها قيمه قوي. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني بالفقره التانيه، واستنونا.